آداب خداگاہی تو میں گزارش کر رہا ہوں قاری شہید حسین صاحب عرفانی نائب محترم دارالحمیدیہ کولکاتہ. یہ بہت متحرک ہے, بڑے محبت ہے اور یہ پڑھتے بھی ہیں اور لوگوں کو پڑھانے کے موقع بھی فراہم کرتے ہیں. بیگو سرائے میں انہوں نے خوبصورت پروگرام مظاہرے حسین اعتراض کے نام سے منعقد کیا تھا. یہ میں گزارش کر رہا ہوں تلاوت کلام. أنا أقرأ برواية ورش النافع المدني من طريق الشعبية في تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قد خلت من قبله رسل أفإن مات قتل وسيجزي الله الشاكرين. الله 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 الله. وما Ah.
ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ما شاء الله ما شاء الله الله وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير. فما فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا. الله 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 ما شاء الله 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 قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. الله الحمد لله الحمد لله وانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله. فآتاهم الله 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 الله
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. الله الله الحمد لله. والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. جزاك الله.